على فكرة أخواني أخواتي، زيارتي اليوم لمصنع فارما الأدوية مش هو للترويج للمصنع، لا، هالمرة لأن اكتشفنا شغلة مهمة جدا. والدكتور أحمد صيتي مشكور أمس تواصل معي وقال لي تعال برويك شغلة مهمة جدا تخص موضوع أنا تكلمت فيه قبل كم من يوم. راح نروح مع بعض الآن ونشوف إيش هذا الموضوع. اللي نشوفه قدامنا الآن إخواني أخواتي هو باركود خاص لكل دولة من دول العالم. اللي خلانا أتكلم عن هذا الباركود دكتور أحمد صليطي أمس تواصل معي وقال لي إن أنا عندي مفاجأة. مرحبا دكتور. مرحبا الله يحييك. الله يسلمك يا مرحبا. شو الموضوع دكتور فهمنا؟ الله يسلمك. بالنسبة للباركود في قطر، احنا من البداية كانت عندنا صعوبة لان احنا نصدر كثير من الدول. على اساس ندخل مناقصات كان يتطلب منا ان يكون باركود لباركود قطر. بحثنا وجدنا في على من الانترناشنال باركود، في موجود باركود لقطر اللي هو 634 مثل ما تشوفه موجود، عالمي لكل الدول العالم لها باركود. هذا الباركود القطري اللي هو ميك هايلايت ايوه 634 هذا السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة. هذا باركود دولة قطر. في اجتهدنا اكثر. هذا باركود عالمي، يعتبر باركود عالمي. نعم، لكل دول العالم لها باركود. اجتهدنا اكثر، جبنا في الجي سي 1 اللي هو الباركود العالمي تحطها. هي موجودة منظمة عالمية موجودة في كل دول العالم. في دول منطقتنا في دول الخليج دولتين عندهم بس فقط فيها. هذه تعمل كرييت للإنشاء باركود لكل منتج بالنسبة لنا. احنا اشتركنا فيه في قطر، كنا حاولنا نجيب هذا نفس الشيء، قدمنا دراسة فيها للإخوان في غرفة التجارة وبنك التنمية. طولت شوي في عند الإخوان في غرفة التجارة، ما كان في عليها اهتمام، مع أنها مربحة بصراحة للغرفة، يعني راح يكون فيها إنكام لأنها لازم تحتاج. يعني مثل إحنا نعمل سنويا تجديد لنفس في نفس الموقع ندفع ما يقارب أظن أعتقد 7000 ريال. 7000 ريال سنوي على أساس نجدد الباركود بالنسبة لنا ودخولنا. راح نرويك الباركود واللي إحنا مشترك فيه، نتمنى أنه يكون موجود. اشتغلوا عليه الإخوان في بنك التنمية راح يسووا تبنوا، ولكن الموضوع شوي طول. احنا نتمنى ان يكون الشركة، نتعامل مع الشركة الام، ننتج باركود قطري. يعني اللي موجود حاليا اللي اخترعه بعض الاخوان او في بنك التنمية ليمثل دولة ثانية، ما سوينا شيء. احنا عندنا باركود قطري 634، مفروض كل منتجاتنا سواء داخل قطر او خارج قطر تمثل هذه الارقام الموجودة. طيب. دكتور احمد، يعني اللي حصل الان انتم باجتهاد شخصي قمتوا ب التواصل مع الجهات العالمية وجبتوا هذا الباركود. اي نعم، هو باركود متواجد في قطر بس بحثنا عنه وطلعناه لانه لكل دولة لها باركود. يعني مثلا حاليا لدخول مناقصات مؤسسة حمد مطلوب ان احنا نسجل في الجي سي 1 واللي هو احنا اوريدي عندنا حاليا السيستم موجود من 3 سنوات لكل منتجات قطر فارما عليها الجي اس 1. احنا نطالب ان الجي اس 1 تكون المنظمة موجودة في قطر. ليش أنا عندي خارج قطر؟ ليش ما يكون مفترض من السوبر ماركت ينشأ لغاية أكبر مصنع مفروض أن يكون هذا الكود متوفر فيه؟ أعتقد الكلام واضح أخواني وخواتي، ما يحتاج أي تعليق مني غير أن نطالب الأخوان في غرفة تجارة قطر سواء أو بنك قطر للتنمية أو الجهة المعنية أنهم سرعة إنهاء الإجراءات والدراسات و للتواصل مع هذه المنظمة العالمية بيكون لها مقر في دولة قطر لاعتماد الباركود الرسمي بشكل رسمي، بدل ما انا قاعد احط باركود دولة فلانية والدولة الفلانية، لا، باركود خاص فيني موجود 634 لا هو برقم صعب ولا شيء، فقط نبي نتحرك احنا ونتواصل مع هذه المنظمة ويكون لها مقر في دولة قطر ونعتمد رقمنا 634 ويعطيكم العافية.